قوي زي ما بيقولوا طالع كده يعني. فلما اتفرجت على الفيديوهات، الحقيقة شفت لها بعض الفيديوهات في برامج ما تنفعش أبدا يعني. أنا زعلت علشانها، هي بني آدم في الآخر يعني. أنا زعلت جدا وقلت لها يا سما أنا زعلانة منك لأنك بتطلعي في البرامج عشان تتهاني، ووريتها الفيديو ده نشوفه مع بعض. سامية عطية حداقة هربانة من البلد في الزقازيق. لا خليني بقى يا استاذ مختار يعني. الله، مش انت بتسالني؟ انا طالما مع خلاص يبقى هربانة. اولا دي انا سعيد بيها على فكره. ليه؟ دي كانت غساله يد، بقت غساله اوتوماتيك، فتصبح سما المصري نايبه في البرلمان، وهي هتبقى نايبه في البرلمان فعلا. نايبه باليه مش بالهمزه. انا بتكلم على سما المصري التي تصدر نفسها الينا باعتبارها يا اما مرشحه في البرلمان يا اما فنانه يا اما اعلاميه، وانا رافضها في الثلاثه. دوب سما المصري وكل من عارف شكلتها موصلات لطلبات الجنس الصريح للمنازل، لان الفنانه اللي بترقص بترقص حتى رقص محترم، الفنانه اللي بتغني بتغني بحجرتها مش بمؤقتها وبهدفها. انا اصابني الهلع لما عرفت ان سما المصري نازله مرشحه نفسها في الدايره، وانا اسف ان انا بقول سما المصري لان انا مش عارف اوصفها بايه، بالاستاذه بالفنانه، انا مش عارف اقول ايه. سما المصري ومن على شاكله سما المصري، كل الانطاع هنا، ما بتكلمش على سما، بتكلم على كل الانطاع اللي عايزين يخشوا البرلمان لاسباب انا مش عارفها، الا ان هم اليغمه تبقى تمام. انا بقول لك عيب يا سما، ومن فضلك لما تيجي تتكلمي على حد ما اسالكيش. انا حتى لو كان دوري اداري في النقابه انا ما اسالكيش في حاجه، فعيب لما تتحمي اسمك مع اسمي، وانا ده شيء لا يشرفني اساسا. فمن فضلك القلوب عند بعضها يا استاذ مصطفى. انت قللتي الادب على فكره. وانت كمان. لا انت لا انت ما تقوليش انا عم بتقولي واضحه للعالم انه انا ما لا انا فنانه بطريقتي. انت ما تقوليش انا قولي. لا انت في فن في عالم محترمه حالها، بليز ما تسودي لنا سمعتنا. والله اسوق لك يا اختي سمعتها. اسم الله على سمعتك. اللي شفتوه ده مش كل حاجة، هو ده في حقيقة الأمر اللي خلاني أعاتبها وأقول لها ليه بتعملي كده في نفسك. أنا ما كنتش جايبة سما عشان أعمل فيها كده، مع إنه سهل ويعمل مشاهدات عالية جدا. لا، أنا ما كنتش هعمل كده. أنا شايفة سما طالما بتعمل كده في نفسها وتهين نفسها، دي حرية شخصية، وفي نفس الوقت هي مسكينة، وحقيقي كنت زعلانة عليها. ازاي تقبل انها تطلع في القنوات الفضائية عشان تتشتم وتتهان؟ وعلى فكرة دي اقل الشتايم اللي انا قدرت اعرضها، لان الباقي فيه تحفظ عليه، وانا براعي حياء المشاهد، وفي اكتر من كده بكتير، فيه كتير، بس احنا اكتفينا بده. انا عاوز اعرف ايه التمن اللي يخلي اي حد في الدنيا يقبل كل الاهانات دي على نفسه؟ عشان فلوس؟ الشهرة؟ الاتنين عذر اقبح من ذنب، وما فيش مبرر في الدنيا ان حد يقبل انه يبيع كرامته عشان السببين دول، الفلوس والشهرة. المهم بعد ما عاتبتها قلت لها إني مش جايباها في الحلقة عشان أهنها ولا أشتمها. أنا كنت عاوزة في الحلقة دي أعرف إيه هي مقومات سما المصري وحجم ثقافتها الدينية عشان تعمل برنامج ديني.